السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو الصوت مسموع نكتب رقم واحد. لو سمحت، لو الصوت المسموع نكتب رقم واحد. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع السادة الحضور. أنا معاكم النهاردة محمد جهمي، محلل ومدير محتوى في مجموعة إيكويتي. أنا بعتذر، أنا النهاردة هقدم لكم المحاضرة بدلا من الأستاذ رائد، هو بيتغيب بس لظروف خارجة عن إرادته. إن شاء الله عنوان محاضرتنا النهاردة أسرار الفيبوناتشي. هنتكلم النهاردة عن الفيبوناتشي وبداية الفيبوناتشي جات منين. هنتكلم إزاي نقدر نستخدم الفيبوناتشي على الرسم البياني في التحليلات بتاعتنا، إزاي تقدر تساعدنا في استهداف المستويات التصحيحية، إزاي تقدر تساعدنا في أدوات إن إحنا ممكن نقدر نستخدمها كأداة منفردة نقدر نطلع منها فرص نحقق منها أرباح، وممكن نستخدمها كأداة مساعدة ليك لو أنت ليك استراتيجية خاصة هتستخدمها كأداة مساعدة ليك في إن أنت تحاول تساعدك في تحقيق النقط القوية اللي ممكن السعر ينعكس منها. هنبتدي أول حاجة النهاردة، هنعرف مبدئيا مين هو فيبوناتشي. فيبوناتشي ده عالم رياضيات إيطالي الجنسية، اتولد سنة 1170 ميلاديا وتوفى سنة 1250. هو يعتبر من علماء الرياضيات في العصور الوسطى، واسمه الحقيقي ليوناردو اوف بيسا، انه عشان هو يعني الاسم المدينة اللي اتولد فيها هي بيسا الإيطالية. فيبوناتشي ده كان عالم رياضيات قديم جدا، كان في العصور الرومانية كانوا بيستخدموا ليهم في أوروبا، كان ليهم أدوات معينة أو أرقام حسابية غير الأرقام اللي احنا بنستخدمها في الوقت ده في اللغة العربية. أول عالم أخذ الحروف أو أخذ الأرقام من اللغة العربية ونقلها لأوروبا كان هو فيبوناتشي، لأن كانت اللغة العربية كان عندها الحروف الأرقام بتاعتها 1 2 3 4 أو 1 2 3 4. باللغة دي أو بالشكل اللي ظاهر قدامنا ده كان أول من استخدم الأرقام دي كان العرب. لكن في أوروبا قديما كانوا ليهم أرقام رومانية مختلفة، ودي كانت بتبقى فيها صعوبة في العمليات الحسابية، الجمع والطرح كل ده كان بيبقى فيه صعوبة في استخدام. لكن هو يعتبر أول واحد نقل الأرقام العربية لأوروبا. طيب، في عندنا حاجة اسمها متواليد فيبوناتشي. في فيبوناتشي ألف كتاب اسمه لايبر أباسي أو كتاب الحساب، وقد استخدم متوالية عددية نقلها عن العرب لحل إحدى المشكلات الرياضية في هذا الكتاب، وقد اشتهرت في هذه المتوالية فيما بعد بمتوالية فيبوناتشي. طيب، خلينا نشرح مع بعض إيه هي متوالية فيبوناتشي. متوالية فيبوناتشي هي متوالية أو عدد مجموعة من الأعداد، هي بتبتدي من الرقم واحد وعدد إلى إيه بتصل إلى ما لا نهاية، ويمكن الحصول على كل رقم فيها بجمع الرقمين السابقين له، فتكون المتوالية كما يلي. يعني هي هتبتدي برقم واحد، هي متوالية ان احنا بنجمع الرقمين وبنضيفهم على بعض وبيدينا الرقم اللي بعده. يعني هنا واحد وبعد كده جمعناه مع بعضه هيدينا اتنين، وبعد كده جمعنا اتنين مع واحد ادانا تلاتة، جمعنا تلاتة مع اتنين ادانا خمسة، خمسة مع التلاتة ادانا تمانية، تمانية مع الخمسة 13، وهكذا. هي دي متوالية فيبوناتشي، ده البداية بتاعتها. طيب، خلينا ناخد واحدة واحدة أو خطوة خطوة إزاي إحنا قدرنا نستخدم نسب فيبوناتشي في الأسواق المالية، أو إن إحنا إزاي استفدنا من المتوالية لأرقام فيبوناتشي في أسواق المال ونقدر إن إحنا نحلل بيها. طيب، خلينا بعد كده إحنا طبعا قدامنا هي المتوالية بتاعة فيبوناتشي زي ما اتفقنا، وإن هي بتبتدي بواحد وبعد كده بنجمع الرقمين وبعد كده نضيف الرقم التالت، بيبقى إضافة بنجمع الرقمين وبعد كده يدينا الرقم التالت اللي موجود. بعد تجاوز الأرقام السبعة الأولى في متوالية فيبوناتشي، يعني إحنا هنعدي أول سبع أرقام في متوالية فيبوناتشي، وبقسمة كل رقم على الرقم السابق له تنتج نسبة تقترب من 1.61 أو 618 من ألف. طيب، ده الرقم الذهبي أو النسبة الذهبية اللي إحنا بنتكلم عليها في فيبوناتشي أو في متوالية فيبوناتشي.
طبعا هنا في اكتر من نسبة يمكن استخراجها من بداية ثلاث او من بداية ثلاث ارقام في متوالية فيبوناتشي، طبعا بعد ما نعدي السبع ارقام الاولى. وهنا هنحسبها ازاي مع بعض؟ دلوقتي دي متوالية فيبوناتشي قدامنا، بعد كده عندنا عدينا اول سبع ارقام، بعد كده احنا بنشوف ازاي احنا استخرجنا نسب فيبوناتشي. العمليات الحسابية دي انت مش مطالب بيها، لكن انا بشرحها لكم هي النسب دي جت منين، لكن احنا هندخل دلوقتي في التطبيق العملي بشكل اسرع. بس الفكرة ان انا بوضح لكم نسب فيبوناتشي او متوالية فيبوناتشي دي كان اساسها ايه من الاساس. زي ما اتفقنا هنلغي اول سبع ارقام من متوالية فيبوناتشي، بعد كده هيبقى عندنا كل ثلاث ارقام هيبقوا عبارة عن مجموعة. هل لو نفترض ان احنا هناخد اول ثلاث مجموعات اللي هو 34 و55 و89، وطبعا ممكن ناخد المجموعة اللي بعدها هتدينا برضو نفس النسب، يعني دي احنا ممكن نعتبرها مجموعة اولى ودي مجموعة تانية، زي ما اتفقنا احنا ايه من خلال ثلاث ارقام من البداية من بعد ما نلغي اول سبعة. طيب احنا هنا لو جينا قسمنا ال89 على الرقم الاول اللي هو 34 هتدينا نسبة 2.618، دي من نسب فيبوناتشي. احنا هنشرح طبعا كل نسبة من نسب فيبوناتشي دي استخدامها ايه، وفي نسب ممكن يحصل منها تصحيح وممكن تصحيح، وفي نسب دي بيتم استهدافها واللي هي النسب الممتدة. هنشرح الاتنين دلوقتي. بعد كده هنيجي نقسم ال55 على الرقم اللي قبله اللي هو 34 وهتدينا 1.618، ودي برضو نسبة من نسب فيبوناتشي. بعد كده هنقسم ال34 على الرقم التالي اللي هو 55 وهتدينا نسبة 61.8%، ودي برضو نسبة من نسب فيبوناتشي. وهكذا طبعا رقم 89 هنقسمه على النسبة اللي قبلها هتدينا برضو 38.2%. هنا أهم حاجة أو أهم النسب اللي احنا هنستخدمها، وده الكلام العملي أو اللي تقدر تستفيد منه، أهم نسب فيبوناتشي هي النسب اللي قدامنا دي كلها، بداية من 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%، 1.27%، وواحد وستمائة وتمنتاشر من ألف، وبعد كده وهكذا. طبعا في نسب أكتر من كده هنشرحها تباعا بالتفصيل. خلينا بقى ندخل في المرحلة العملية أكتر، إزاي أنا أقدر أستخدم نسب فيبوناتشي في تحليل السوق. مبدئيا أول من قال أو أول من طبق نسب فيبوناتشي على أسواق المال كان هو رالف نيلسون إليوت، ده صاحب نظرية أو موجات إليوت، وهو استخدم نسب فيبوناتشي لأن هي كانت بتساعده على تحديد النقط أو تطبيق نظريته، لأن هو كان بيعتمد على نسب تصحيحات فيبوناتشي. نسب تصحيح فيبوناتشي دي هي نسبة التحركات التصحيحية التي تكون أقل من 100% من الحركة السعرية السابقة له، وتستخدم في تحديد المناطق التي يحتمل أن ينتهي تصحيح عندها وعودة السعر إلى اتجاهه مرة أخرى. مبدئيا احنا بناخد أو فايدة استخدام نسب فيبوناتشي هي عبارة عن نسب تصحيح 100% من الموجة اللي حصلت، أو من موجة الصعود أو من الويف اللي حصلت. لو ليكن مثلا كان في ويف صعود، أنا هشرح ده دلوقتي بالتفصيل. أنا مثلا كان في صعود وليكن كده، حلو، أنا عايز أعرف أو أحدد نسب التصحيح المتوقعة تحصل علشان أقدر أتوقع ايه ممكن منين السعر يبتدي يصحح. يعني السعر ممكن يبتدي ينزل هنا، ممكن يصحح من هنا، ممكن يصحح من هنا او يصحح هنا. كل دي نسب فيبوناتشي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، وهي نسبة 23.6، بعد كده 38.2، نسبة 50%، بعد كده 61.8%، وبعد كده 78.6%. كل دي نسب تصحيح من النسبة الأساسية أو من الحركة الأساسية اللي هي بتبقى 100%. النسب الذهبية دي أو نسب فيبوناتشي هي دي النسب الأكثر احتمالية من انعكاس السعر أو من احتمالية انعكاس السعر منها. طيب خلينا نتكلم دلوقتي إزاي أنا أقدر أرسم فيبوناتشي أو إزاي أنا أقدر أرسمه على الشارت، وإزاي أقدر أحدد النسب دي أو النسب دي ممكن تطلع إزاي.
خلينا نتفق ان اولا عشان تعرف تحدد مكان التصحيح، هو هيكون عندك يا اتجاه صاعد انت عايز تحدد التصحيح بتاعه هيبتدي يعكس اتجاهه لصاعد مرة تانية فين، او هو اتجاه هابط وعمل عملية تصحيح صغيرة من الاتجاه الهابط وهيبتدي يرجع لعملية الهبوط مرة تانية. في الاتجاه الصاعد زي الرسم اللي ظاهر قدامنا ده، بيتم رسم فيبوناتشي من بداية الحركة، أي من الأسفل إلى أعلى، من القاع إلى القمة، بحيث يكون الصفر في الأعلى عند نهاية الحركة القمة اللي هي المية، وفي الأسفل والمية بتبقى موجودة في الأسفل عند بداية الحركة اللي هو القاع. طيب خلينا نطبق أكتر على الـ MT4 الكلام ده. هو مبدئيا ظاهر هنا دي الموجة A، الموجة B، دي كده موجة تصحيحية أو موجة عفوا موجة حقيقية أو اتجاه صاعد. بعد كده أنا عايز أتوقع الحركة التصحيحية دي هتكون منين. هنا قال لك علشان تعرف ترسم هو في اتجاه صاعد وأنت عايز تتوقع الحركة الهابطة أو عملية التصحيح الهبوط هتوصل لحد فين، أنت بتستخدم أداة فيبوناتشي بترسمها من تحت لفوق. هقول لكم ازاي بقى من تحت لفوق دي بالتطبيق العملي اسهل اكتر بحيث انها تبقى واضحة قدامكم. تمام، دلوقتي دي حركة تصحيحية او حركة صعود لزوج اليورو دولار على فريم او على الاطار الزمني الـ4 ساعات. دلوقتي دي انا عايز اتوقع هي حركة الهبوط او الحركة التصحيحية هتوصل لحد فين. طريقة الرسم مبدئيا احنا اداة فيبوناتشي اللي هنستخدمها هي بتبقى موجودة هنا في برنامج الام تي 4. تمام، درو فيبوناتشي ريتريسمنت من هنا بنفس الشكل اللي ظاهر قدامنا عند السهم ده، بتدوس عليها وبتيجي عند اقل قاع ابتدت منه حركة الصعود واللي هي من هنا، وتضغط وبتبتدي تسحب لفوق. تمام كده انت سحبت او اخدت موجة الصعود. تعالى بقى هنا نشوف نسب فيبوناتشي اللي احنا ممكن نتوقع منها يحصل موجات تصحيحية. دي اول نسبة 23.6% هنا وما احترمهاش، وابتدى بعد كده يكسر ال 38، ابتدى يكسر ال 50 وال 61 و 8 من عشرة. نيجي هنا بقى للنسبة الأخيرة اللي حصلت 78.6. تقريبا هي النسبة دي اللي ابتدى يعكس منها السعر او يحترمها السعر وابتدي ياخد عملية التصحيح. يبقى نقول تاني طريقة رسم لو اتجاه صاعد وانا عايز اتوقع النسب او احتمالية او مستويات الدعم اللي ممكن السعر يعكس اتجاهه منها. بدوس على علامة فيبوناتشي، بعد كده باخد من بداية الموجة الصاعدة من تحت لفوق طبعا لنهاية الموجة الصاعدة، بعد كده بقف. هنا بقى بيترسم لنا المستويات الدعوم أو مستويات نسب فيبوناتشي، ده واحد وده اتنين ده تلاتة ده أربعة ده خمسة. دي نسب أو متتاليات أو نسب فيبوناتشي التصحيحية اللي أنا بتوقع السعر يبتدي ممكن يعكس اتجاهه منها. طبعا ده قلنا طريقة الرسم في الاتجاه صاعد والسعر هيبتدي يعكس، عايز احدد منطقة الدعم اللي السعر يبتدي يعكس اتجاهه لصاعد مرة تانية. طيب في عندنا حاجة تاني وهي في الاتجاه الهابط. في الاتجاه الهابط الرسم هيكون العكس، هيتم رسم فيبوناتشي من بداية الحركة اي من الاعلى الى اسفل. يعني هو كان في حركة هابطة هنا في المثال ده من A ل B، كان الحركة هابطة، فانا باخد برسم فيبوناتشي من فوق لتحت من القمة، من القمة ايه الى القاع بي، بحيث ان هيكون المية في الاعلى يعني نسبة او رقم 100 في الاعلى ورقم الزيرو هيبقى في الاسفل. بعد كده نسب التصحيح السعر الاعلى دي كلها دي بتبقى نسب فيبوناتشي اللي انا بتوقع او في احتمالية ان السعر ممكن يعكس اتجاهه منها. تعال نشوف المثال ده ايه اللي حصل بالظبط. السعر كان في اتجاه هابط، تمام، ابتدى السعر يوصل هنا هيبتدي ياخد عملية التصحيح بتاعته، فانا رسمت السعر او رسمت فيبوناتشي او نسب تصحيح فيبوناتشي من اعلى الى اسفل.
بعد كده لما رسمته ظهرت لنا الخطوط دي كلها اللي هي مستويات فيبوناتشي التصحيحية. تعال انت هنا لو جينا نتابع المستويات دي هنشوف السعر بيحصل فيها ايه، او السعر حركته بتبقى ايه عندها. دي اول نسبة 23.6 اللي هو الخط الازرق ده، شايف هنا ابتدى السعر يحترمه كمستوى مقاومة. لما ابتدى يعديه وعدى المستوى الثاني 38.2 ابتدى يوصل لمستوى 50، وطبعا دخل مستوى مقاومة قوي وابتدى يعكس السعر منها، وابتدى هنا يرجع للمستوى ده تاني. فعايزين نقول ان مستويات فيبوناتشي دي بتبقى مستويات دعم ومقاومة قوية جدا، ممكن السعر يبتدي يعكس اتجاهه منها. يبقى استخدامات فيبوناتشي، او من اهم استخدامات فيبوناتشي اللي انا بقدر احدد منها نسب التصحيح او مستويات التصحيح اللي ممكن السعر يعكس منها. المهم في الموضوع ده كل ان انا اعرف ازاي ارسم فيبوناتشي بطريقة صحيحة عشان تظهر لي النسب في مستوياتها الصحيحة، بحيث ان انا الاحظ سلوك السعر عند المستويات دي، وايه سلوك السعر اللي انا بتوقعه لو مثلا زي ما هنقول هنا في المثال ده ابتدى السعر يعكس اكتر من مرة فنزل، فبيحصل له عملية هبوط ان ده مستوى مقاومة قوي او مستوى تصحيح ممكن السعر يعكس منه. طيب خلينا نشوف بالتطبيق العملي اكتر ازاي. على الـ MT4. طيب تعال نشوف هنا في المثال ده زي ما اتفقنا دي حركة هبوط، فأنا هاخد من أعلى إلى أسفل، وعايز أبتدي ألاحظ حركة السعر عند نسب فيبوناتشي بيحصل لها إيه. تعال هنا راقب، شايف هتلاقي ان المستويات فيبوناتشي هنا السعر بيحترمها جدا، يعني هنا كان مستوى دعم ليه، هنا كان مستوى مقاومة سعر يعكس منها اكتر من مرة، بمجرد ما عداها قدر يوصل للنسبة اللي بعدها هنا، بعد كده رجع يعمل تيست على المقاومة اللي كسرها، بعد كده قدر يعدي دي يوصل لنسبة 78.6 اللي بعدها، وبعد كده السعر ابتدى يعكس اتجاهه مرة تانية لتحت. حتى في الهبوط انت لو لاحظت من بداية الموجة دي شايف هنا السعر بيحترم مستويات فيبوناتشي جدا، هنا السعر حتى لما ارتد منها حصل له ارتفاع من هنا من مستويات 1.544، يعني تقريبا طلع من مستويات 1.670 تقريبا 125 نقطة. فاللي كل اللي عايزين نقوله ان مستويات فيبوناتشي دي هتقدر تفيدك في المستويات اللي انت تتوقع ان السعر ممكن يعكس اتجاهه منها. طيب ده طريقة او اداة او استخدام من استخدامات فيبوناتشي. في بعد كده استخدام تاني لاستخدامات فيبوناتشي، وهي امتداد فيبوناتشي السعرية، امتدادات فيبوناتشي السعرية، فيبوناتشي اكستنشن. طيب فرضا ان السعر خلاص اخد مرحلة التصحيح بتاعته، وليكن في المثال ده هو كان منطقة الصعود من A ل B وانا رسمت صح، بعد كده ابتدى السعر يعمل عملية التصحيح بتاعته، ابتدى يعمل عملية التصحيح بتاعته، وبعد كده هيبتدي يكمل الاتجاه الصاعد ويخترق النقطة B. طيب هنا هتظهر لنا حاجة جديدة اسمها امتدادات فيبوناتشي السعرية. الامتدادات هي الحركة السعرية التي تكون أكثر من 100%. احنا زي ما اتفقنا ان مستويات فيبوناتشي التصحيحية هي مستويات تصحيح أقل من 100%، زي ما قلنا هي هتبتدي من 23 وبعد كده 38.8 و50% و61.8، كل النسب دي كلها نسب أقل من 100%، لأن احنا بناخد عملية تصحيح او مستويات التصحيح من الموجة نفسها. طيب هنا بقى الامتدادات دي لازم تبقى اكتر من 100%، اي هي الحركة المتوقعة اذا تجاوز سعر مستويات التصحيح مستأنفا اتجاهه السابق دون الارتداد. واهم النسب التصحيحات الخارجية اللي بنتكلم فيها انه خلاص عمل عملية التصحيح بتاعته وابتدى يكسر المقاومة او القمة اللي فاتت، هنا بنتوقع السعر يعكس اتجاهه مرة تانية من مستويات ايه، او المستويات اللي انا لاحظها
او الاحظ سلوك السعر عندها، ممكن تبقى مستويات مقاومه قويه ينعكس السعر منها. واهم نسب التصحيح او الامتدادات الاكستنشن الاضافيه على فيبوناتشي هتكون 127.2%، وعندنا 161.8، وعندنا 261.8، وعندنا 423.6. طيب عايزين بقى هنا نتكلم اهم حاجه في طريقه رسم مستويات فيبوناتشي دي اللي فيها امتدادات، بحيث ان انا اعرف ازاي استخدمها. تعالى هنا نشوف في المثال ده، ده كان مستوى تصحيح، بعد كده احنا رسمنا فيبوناتشي. طبعا هنا ده فيبوناتشي لما انا عايز اختبر مستويات الامتداد انا بعكس طريقة الرسم اللي فاتت. خلينا نشوفها احسن على برنامج الام تي 4. هنختبرها هنا كده في الاتجاه الصاعد. طيب خلينا نقول انا دلوقتي لو هختبر اول حاجة او اول نقطة، انا عايز اعرف مستوى التصحيح منين. مستوى التصحيح منين؟ ده اتجاه صاعد، يبقى انا هبتدي من تحت لفوق كده، تمام. طيب كده انا اختبرت او رسمت مستويات التصحيح بتاعتي الاساسية. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ حصل ان السعر ابتدى يختبر مستوى 23.6 من فيبوناتشي، ما قدرش يحترمه او نزل وكسره، وتقريبا كسر كمان 38.2 اللي رجعه، او اقل مستوى وصله كان هو 50% من مستويات فيبوناتشي. طب بمجرد ما السعر ابتدى يعكس اتجاهه وكسر المقاومة دي او اخترق اخر مقاومة انا راسم منها الموجة، انا هنا هعكس الرسم بتاعي بالعكس علشان اشوف امتدادات فيبوناتشي دي ممكن توصل لفين، او نسب فيبوناتشي الممتدة. هنا زي ما قلنا في نسبة 127.2، ده كان نسبة فيبوناتشي اللي قدرت ترجع السعر مرة تانية لنسبة 100%. نقول تاني، احنا قلنا نسب او تصحيحات فيبوناتشي الاساسية ان انا بختبر تصحيحات السعر بنسب اقل من 100% من الموجة التصحيحية الاولى. طيب ابتدى يعكس السعر منها وعمل خلص عملية التصحيح زي ما بشاور هنا في السهم هنا، وابتدى السعر يلف في الناحية التانية ويخترق القمة اللي انا كنت راسم عليها. هنا بقى انا باجي استخدم نسب فيبوناتشي، لو امتدادات نسب فيبوناتشي اللي احنا زي ما قلنا 127.2، وفي عندنا 161.8، وفي عندنا 261.8، وفي عندنا 423.6. شايف النسب مرسومة لفين؟ فكل النسب دي كلها نسب امتدادات فيبوناتشي، ممكن السعر بمجرد ما هيخطي مستوى منهم ممكن يقدر يوصل للمستوى اللي بعده، يبقى مستوى هو الانعكاس السعر منه. طيب في كذلك زي ما في نسب فيبوناتشي في الصعود او امتداد فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد، عندنا برضو امتدادات فيبوناتشي في الاتجاه الهابط. عندنا كمان تطبيقات عملية على الاتجاه الهابط او على امتدادات فيبوناتشي في الاتجاه الهابط. طيب خلينا نطبق على برنامج الـ MT4 اكتر، او خلينا نشوف هنا المثال اللي قدامنا وهنطبق على برنامج الـ MT4. هنا نسب تصحيح فيبوناتشي، طبعا هنا بعد ما عكسنا الرسم وعايزين نحدد امتدادات هتبقى موجودة فين بعد ما السعر قدر ان يكسر المقاومة او الدعم اللي انا كنت برسم من عليه او اخر قاع. هنا ارتد السعر مرة تانية من مستوى 161.8. تعال نشوف طريقة الرسم. هنا كان بداية الموجة، هنتكلم من هنا ان السعر ابتدى عايز اتوقع مستوى السعر اللي ممكن يبتدي يعكس السعر منه، او مستويات التصحيحية اللي انا ممكن اتوقع ان السعر يعكس منها، وابتدى يعكس السعر تقريبا الى انه وصل ل 78.6، وابتدى ياخد موجة الهبوط مرة تانية، ودي كانت اكتر نسبة. انت لو ركزت هنا
في المستويات دي كلها مستويات دعم ومقاومة، السعر بيحترمها وبيوصل لها ويرجع تاني. يعني انت لو ركزت هنا من بداية الموجة هنا كان اول نسبة 23.6، هو وصل السعر هنا وبعد كده رجع مرة تانية يعمل تيست على مستوى الصفر اللي انا كنت بادئ منه الموجة. بعد كده لما قدر يعدي 23.6 وصل ل 38.2، بعد كده وصل ل 50، بعد كده السعر ابتدى يعمل عملية تصحيح مرة تانية، بعد كده لما وصل لنسبة 61 ابتدى يعمل عملية تصحيح مرة تانية، كانت آخر نسبة وصل لها 78.6. هنا لو السعر ابتدى يعكس اتجاهه ويكمل ويقدر يخترق آخر قمة دي، لو السعر قدر يخترق آخر قمة دي كنت أنا ممكن أعمل مستويات لأعلى أو المستويات التصحيحية الامتدادية بتاعت فيبوناتشي، لكن هنا السعر ابتدى يعكس اتجاهه. هنا بمجرد ما السعر ابتدى يكسر القاعدة، أنا هنا عايز أحدد نسب فيبوناتشي الامتدادية، يعني أنا عايز أحدد أقصى حاجة ممكن يوصل لها السعر لتحت إيه. وكان أول مقاومة بنتكلم عليها كان طبعا هو كسر ال 127 اللي هنا، كانت هنا الخط ده، ووصل للي بعده مستوى تصحيح 161.8. هنا حتى لما جه كسر وابتدى يوصل ل 61.8 ووصل له وعمل عملية تصحيح تانية، احنا بنتكلم في العملية تقريبا في رينج ال 70 نقطة. احنا هنا بنتكلم في عملية التصحيح دي ممكن هتوصل لرينج 70 نقطة. صوت مسموع يا شباب؟ سامعين الصوت؟ تمام. هنا بنتكلم في عملية التصحيح ممكن توصل لنسبة 70 نقطة، وبعد كده لما السعر ارتد مرة تانية منها وعدى مستوى ال 127 قدر يجرب على القاع اللي هو كان كسره في الأول، والسعر برضه كمل مرة تانية. دي كده نبذة مختصرة أو حاجات هتفيدك جدا لو أنت قدرت تطبقها بشكل عملي وقدرت تستخدمها بشكل يفيدك في الطريقة اللي أنت شغال عليها. أهم حاجة زي ما اتفقنا الطريقة الصحيحة للرسم، أهم حاجة إزاي تعرف تستخدم الموجة أو تشوف إن الموجة دي أنا متوقع إن عملية التصحيح تبقى هو موجة صعود، وأنا عايز أتوقع عن نسبة التصحيح بتاعتها هتبقى قد إيه. نسب امتداد فيبوناتشي زي ما اتفقنا ان انت لما بيعدي القمة نفسها او يعدي القاع الاساسي ببتدي اعكس الرسم علشان اشوف النسب اللي تحت هتوصل لحد فين. بكده اكون النهاردة انا انتهيت من المحاضرة وشرح النسب فيبوناتشي وازاي تقدر تستخدم نسب فيبوناتشي. اي حد عنده اي سؤال بخصوص اللي انا شرحته او توضيح او تفسير لاي حاجة هو مش فاهمها ممكن اقدر اشرحها له، ممكن يكتبها وانا هجاوب عليها. هي الفكرة مش في كل قمة هترسم منها، يعني في سؤال هنا بيقول لك هل كل قمة نرسم منها؟ انت بتختبر موجة كاملة، موجة يعني هنا هنشوف مثلا في المثال ده. حلو، دلوقتي هو كان في موجة ارتفاع حصل للسعر، تمام، وابتدى السعر يبتدي يعكس الاتجاه منه. طيب انا عايز اتوقع احتمالية انعكاس السعر منين، تمام. فانت عندك قاعة اهو تكون وعندك قمة تكونت، يبقى هترسم ازاي؟ ده اتجاه صاعد. طيب يبقى انا هاخد من تحت، باخد من القاع للقمة. طب ليه انا خدت كده ما خدش العكس؟ لان هو اتجاه صاعد، انا عايز احسب نسبة التصحيح من الاتجاه الصاعد هتبقى منين، بعكس لو هو اتجاه هابط وانا عايز احسب نسبة التصحيح لأعلى هتبقى منين. طبعا انت في سؤال تاني بيقول لك انا ادخل منين او ادخل من انهي نسبة واخرج من انهي نسبة. هي الفكرة كلها ان النسب فيبوناتشي هي نسب مستويات مقاومة او دعم هتساعدك على تحديد النقط القوية اللي السعر ممكن ينعكس منها، تمام. الديول طبعا مهمة برضو، انت ممكن من خلال الديول، لكن هي الفكرة ان المستويات نفسها بتبقى مستويات. يعني هنا مثلا المستوى ده كان مستوى تصحيح، ممكن السعر نزل منه 5 نقط او 6 نقط، تقريبا نزل كام نقطة من هنا لهنا، بنتكلم في 8 نقط، لكن السعر قدر انه يعكس اتجاهه مرة تانية لحوالي 35 نقطة. لكن هي العملية بتبقى في رينج
3 نقط او 5 نقط 10 نقط بحد اقصى على حسب الاطار الزمني اللي انت مستخدمه. كل الفكره ان المستويات نفسها دي اللي عند الخطوط الزرقاء دي هي مستويات دعم ومقاومه قويه. هنا السؤال بيقول لك اليورو دولار هو استنادا لفيبوناتشي، هل هو صاعد او نازل؟ احنا هنا ده شارت اليورو دولار، وده احنا هنا بنختبر مستوى تصحيح. فهنا اللي انا عايز اقوله ان مستوى التصحيح 78 و6 من 10 ده مستوى دعم قومي، انا ممكن كان يبقى هنا مستويات شراء من هنا. يعني انا عايز اقول مثلا ده الشارت ده مثلا في خلال الساعتين ثلاثة اللي فاتوا، وتعال نشوف لما جينا نطبقه في المحاضرة ومن شوية كنا راسمين شارت اليورو دولار، برضو كنا راسمينه ازاي. شايف هنا لما ده شارت اليورو دولار النهارده انا اللي راسمه، وكنت متوقع او معلم على الخط الاصفر انه مستوى دعم عند العلامه 78 و6 من 10. شايف هنا الشارت ايه اللي حصل فيه؟ السعر فعلا وصل للمستوى ده وابتدى يعكس تاني، فده كان ممكن مستوى تقدر تتاجر ما بينه او تقدر تشتري عند مستوى 1.2279، السعر هيكون طالع بيك حوالي اكتر من 30 نقطه. الفريمات المفضلة يعني بالساعة وفيما أعلى، يعني كل ما الفريم كل ما هيبقى أكبر كل ما هتبقى النسب أقوى. في سؤال بيقول لك بعض الأحيان بل كثير من الأحيان لا يحترم النسب القوية، ده حقيقي وارد إنه يحصل إن هو ممكن معك، بس أنت بتتأكد أو بتشوف إن النسبة دي بقت قوية لما تلاقي إن السعر ابتدى يعكس منها أكتر من مرة. يعني هنقول مثلا مثال، في المثال اللي قدامنا هنا عكس أول مرة وارتد، هنا لما جه تاني مرة دي كانت بقت نسبة قوية وفعلا ارتد منها، ثالث مرة دي بتبقى نسبة أقوى. يعني هنا احنا بنتوقع ان هو فعلا هيرتد من النسبة دي وارتد منها، فاحنا متوقعين ان هو النسبة دي هتبقى مستوى دعم قوي، وبنتوقع انه هيبتدي يعكس الاتجاه لمرة تانية لاتجاه صاعد من المناطق الحالية. صعب او في صعوبة انه يقدر يكسر مستوى الدعم بتاع الشمعة دي اللي هو هيبقى تقريبا 1.2277، ده هيبقى مستوى دعم قوي لليورو دولار ده على اطار ال4 ساعات، لانه ارتد منه اكتر من مره، وهي نسبه دعم 78 و6 من 10 من فيبوناتشي نسبه دعم قويه. تمام، في اي سؤال تاني حابب حد حابب امتداد 127؟ طيب انت عشان تعرف تضيف ازاي رقم 127، احنا قلنا النسب نسب الامتدادات الخارجيه او اللي هي الامتداد فيبوناتشي 127 و2 من 10 و161 و8 من 10 و261 و423، في الغالب الثلاثة دول بيبقوا موجودين. انت عشان تضيف 127 و2 من 10 على الشارت، كل اللي انت هتعمل عليها هتدوس ضغطتين على الفيبوناتشي، وبعد كده هتفتح بروبرتس، وبعد كده ليفلز، هنا هتدوس على اد وهتضيف النسبة، هتضيفها هنا بتدوس على اد، بعد كده بتكتب 1.272 لان هي نسبة اكتر من 100%، فبنكتب 1.2 وبعد كده 27، وبعد كده بندوس اوكي، بتضاف على طول النسبة اللي انت ضفتها. ده امتداد بس بالنسبة ل1.27، لكن الامتدادات التانية كلها بتبقى موجودة. يعني هنا عشان انا ضايف ال 127 هو ظاهر هنا، لكن ال 161 وال 261 برضه بيبقى متضاف اساسي في نسب فيبوناتشي. النسبة الأقوى من 1.68 من 10 و78 و6 من 10، الاثنين من النسب القوية في فيبوناتشي، يعني يعتبروا من أقوى نسبتين في فيبوناتشي. تمام، في الهارمونيك برضو في موجات إليوت هي برضو استخدامات فيبوناتشي كلها بتبقى موجودة في الاثنين وبنقدر نستخدمها. وطبعا في محاضرات مفسرة عن الهارمونيك، وفيها هتبقى محاضرة شاملة لكل المحاضرات اللي فاتت يوم الجمعة الجاية مع زميلي محمد هشام، هو بيشرح الهارمونيك بالتفصيل وشارح كل النسب فيبوناتشي بالظبط وازاي اقدر استخدمه. تمام، يا رب اكون قدرت افيدكم واوضح لكم ازاي تقدر تعرف تستخدم نسب فيبوناتشي، وان شاء الله القاكم في محاضرات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.